فرح المصري كريتيف دايركتور وكوفاوندر دودل فاكتوري. الكونسيبت بتاعنا ان كل الديزاينز معموله من رسومات اطفال محتاجين فند يا اما لعمليات او محتاجين فند للتعليم او للسكن، وبنخليهم يرسموا اللي هم عايزينه وبناخد الرسومات بتاعتهم دي نترانسفورم ات انتو ديزاينز اند برودكتس. ان ترمز اوف هيلث كير بنبروفايد يا اما عمليات لاطفال يا اما بنبروفايد equipment ليونتس في مستشفيات بتعالج بالمجاني. وان ترمز اوف education so far we've funded tuition fees and we've built a library for community schools. Where in terms of shelter, we provide basic shelter needs زي تدخيل مياه نظيفة. النهاردة غيرنا حياة 4000 طفل في أقاليم مختلفة في مصر. How I think we fit with June is, I would say mostly through the identity of June, this idea of bringing something colorful, something that's young and fresh.